ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله وبياكم واسعد اوقاتكم بكل خير ايها الاخوه والاخوات احييكم وارحب بكم في هذه الحلقه الجديده من برنامجكم الاسبوعي مقرأه الامام نافع. في هذه الحلقه التاسعه عشره بعد المئه باذن الله تعالى يكرمنا الله ونتم هذه السوره سوره ال عمران ومقررنا فيها من الايه 190 حتى اخر السوره الايه 200 باذن الله تعالى وبعد ذلك نشرح ايضا مقدارا من الدرر اللوامع، نسال الله ان يبارك في الوقت ونتم ايضا باب نقل حركه الهمزه الى الساكن قبلها. نبدا تلاوتنا مستعينين بالله ونساله العون والتيسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إن اننا سمعنا مناديا ينادي لليمان أَنا امنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لاكفرن عنهم سيئاتهم ولادخلنهم جنات ولادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم ماواهم جهنم وبيس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نزلا نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين لله لا يشترون بايات الله ثمنا قليلا اولئك لهم اجرهم عند ربهم ان الله سريع الحساب يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اتقوا الله لعلكم تفلحون. بارك الله فيكم ونفعنا واياكم بكتابه الكريم. ننبه الى بعض التنبيهات اليسيره باذن الله تعالى في قوله تعالى لآيات لاولي الالباب نتنبه الى مد البدل وان كلمه لاولي الواو فيها لا تنطق ابدا لا تنطق ابدا. في قوله تعالى وما للظالمين من انصار ننبه هنا الى قوله تعالى انصار الصاد مقلله بسبب ان جاء بعدها الف وبعد الالف راء متطرفه مكسوره انصار وننبه الى ان الصاد تعطى قدرها من التفخيم وان حروف الصاد والضاد والطاء والظاء المطبقه الاربعه لا تتاثر ب الكسر وتضعف والا صارت سينا انسير هذا غير صحيح ايضا ننبه الى قوله تبارك وتعالى فاستجاب لهم ربهم اني لا ليس هنا نعم في قوله تعالى من ذكر او انثى طبعا احنا درسنا في الحلقه الماضيه احكام النقل هنا نطبق هذه الاحكام اللي درسناها على هذه الايه لاحظوا كلمه ذكرين هنا عندنا تنوين جاء بعده حرف الهمزه والتنوين تنقل اليه الحركه كما بينا لان ذكرين هي ليست راء مكسوره انما هي راء مكسوره وبعدها نون ساكنه نعم نحن لا نكتب النون الساكنه ونعوض عنها بمضاعفه الحركه نكتب بدل الكسره الواحده كسرتين لكن لا ينفي ذلك اننا نقلنا حركة الهمزة من او الى حركة النون من ذكر، فصارت حركة الهمزة المفتوحة او بدأ منقولة الى النون ذكرنا ففتحنا النون، او او كذلك هنا او الواو هنا واو لينية وليست مادية، فلذلك تنقل إليها الحركة في أنثى فتنقل إليها فتصير من ذكرنا وأنثى هكذا ايضا ننبه الى ان قوله تعالى من ديارهم التقليل هنا لا علاقه له بالبدل لانها راء مكسوره وبالتالي تقلل في جميع احوال البدل في قوله تبارك وتعالى ثم مأواهم جهنم في كلمه مأوى نحن نعلم ان ورشا يبدل الهمزه اذا وقعت فاء للكلمه فيقول مفروض يعني على القاعدة ماوى لأنها من كلمة أوى وأوى همزتها فاء للكلمة لكن هذا اللفظ كما علمنا من قبل هو مستثنى لورش ولا يبدله مأوى مستثنى لورش ولا يمنع لا علاقة لذلك بتقليل ذات الياء مأوى بحسب قواعد مد البدل وبيس المهاد الهمزة ليست فاء للكلمة وهي عين للكلمة لكن هذه الكلمة حكمها الإبدال فنقول وبيس المهاد هي من الكلمات التي يبدلها ورش مع أن همزتها وقعت عينا للكلمة طبعا قوله تعالى لكن الذين لاحظوا هنا لكن الذين هل نقلنا نحن هنا هل حصل نقل لا احنا لم يحصل نقل النقل لابد أن يكون في همزة القطع تنقل حركتها إلى الحرف الذي قبلها، أما هنا هذا الكسر ليس من النقل وإنما هو لالتقاء الساكنين، لأن هذه الهمزة همزة وصل، الذين هذه الهمزة همزة وصل، ليست همزة قطع فتنقل حركتها، فانتبهوا لهذا الأمر، تطبيق عملي على موضوع النقل. خير للابرير، لاحظوا أن خير ترقيق الراء. للبرير التقليل هنا بسبب كسرة الراء للبريري، فلذلك قللنا كلمة البرير. أه <applause> تقريبا هذه الملاحظات المهمة، لكن في عندنا أيضا ملاحظة أخيرة ننبه إليها وهي قوله تعالى إصبروا وصابروا ورابطوا. هنا اجتمعت واوات متتالية، واو مادية بعدها واو مفتوحة. بعض الناس لا يعطي هذه الواو زمنها الكافي وهو حركتان. هذه الواو لا يعطيها زمنها وهو حركتان. فيقول اصبروا وصابروا ورابطوا كانه ادغم كذلك هنا ورابطوا واتقوا. هذه الواو زمنها حركتان. اصبروا وصابروا ورابطوا التمكين لابد من تمكين المد في هذه الكلمات. والحمد لله رب العالمين، ملاحظات يسيرة وقد خففت عليكم في الملاحظات لتعطوني مجالا من الاستيعاب لدرسنا في شرح الدرر اللوامع اليوم بإذن الله تعالى. أيها الأحباب نحن تكلمنا في الحلقة الماضية عن أحكام النقل وشرحنا قول الناظم رحمه الله تعالى القول في أحكام نقل الحركة وذكر من قال به وتركه وقلنا حركة الهمز لورش تنتقل للساكن الصحيح قبل المنفصل أو لام تعريف وفي كتابية خلف ويجري في الدغام مالية هذا كله شرحناه في الحلقة الماضية الآن نتابع بعض القضايا في هذا الباب قال الناظم رحمه الله في البيت التاسع عشر بعد المئة ويبدأ اللام إذا ما اعتد بها بغير همز وصل فردا. ويبدأ اللام إذا ما اعتد بها بغير همز وصل. ما هنا زائدة. القاعدة النحوية تقول: أخي أفيدك فائدة ما بعد إذا زائدة، يعني كأنها مش موجودة في المعنى، مش إذا ما اعتد يعني لم يعتد، لا. إذا ما اعتد يعني إذا اعتد وتكون توكيدية. إذا ما أتيتني أكرمك أو أكرمتك، إذا ما أتيتني أكرمتك يعني إذا لم تأتي خليك عندك أحسن عشان أكرمك لأنك لو أتيت عندي تراني بخيلا، هل هذا هو المعنى؟ لا طبعا. إذا ما أتيتني يعني إذا أتيتني وما هنا للتوكيد وهي زائدة فانتبهوا بارك الله فيكم. ويبدا اللام اذا ما اعتد يعني اذا اعتد بها بغير همز وصل فرد ركزوا معي انسوا اللوحات الان وتاملوا معي في هذه المساله نسال الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير يعني ربما نستخدم سبوره التوضيح حتى نوضح لكم الامر الان نحن عندنا حفظكم الله ورعاكم ووفقكم وكفاكم اذا اردنا ان نتامل في لام التعريف نجد انها تدخل على الكلمه يعني ناخذ مثالا باحدى الكلمات لاحظوا معي لو اخذنا كلمه ارض انظروا إلى اللوحة كلمة أرض كلمة أرض نريد لا نعرف أي أرض نريد أن نعرفها نعين أرضا بعينها الأرض التي نعرفها فندخل عليها لاما للتعريف لام للتعريف جيد يعني ننزل اللام شوية عشان تكون حلوة لام للتعريف هذه اللام لام ساكنه الان عندنا قاعده العرب لا تبدا بساكن العربي لا يبدا بساكن يعني في الانجليزي نقول سكول سكول للمدرسه كلمه سكول تبدا بالساكن هذا عند غير العرب يوجد عندهم ذل أما العربي لا يبدأ بالسكون العربي لا بد أن يبدأ بالحركة طيب ماذا نفعل؟ نظروا إلى لام التعريف التي جاءت لتعرف الكلمة ووجدوها أمامهم ساكنة فاستجلبوا لها همزة الوصل متمثلة في صورة الألف ليتوصل بهذه الهمزة إلى النطق بالساكن انظروا ال جاءوا الى هذه الالف ووضعوها قبل اللام حتى يضعوا عليها هذه الفتحه المعنويه هي ملفوظه فقط لكن لا توضع ويتوصلوا بها الى النطق بهذه اللام الساكنه ما رايكم في هذا الكلام اظن كلام جميل واضح سهل ليس فيه اشكال طيب ماذا تريد يا شيخ ان تقول ناخذ هذا الكلام ونضيف عليه مثلا دعونا ناخذ هذه المجموعه وننقلها هكذا مصغره في الجانب وناخذ غيرها لنوضح عليه لاحظ الان كلمة الأرض حتى كمان يعني يكون لديكم إدراك أحسن أغير لون هذا الكلام، لاحظوا بارك الله فيكم. الآن إحنا عندنا كلمة الأرض، ما الذي حدث فيها في رواية ورش؟ اتفقنا على أن ورشا يبدل ينقل عفوا ينقل حركة الهمز للساكن الصحيح قبل المنفصل أو لام تعريف هذه لام تعريف هذه لام تعريف وهذه الهمزة مفتوحة جاء ورش رحمه الله تعالى ونقل هذه الفتحة إلى اللام فما الذي حدث؟ صارت اللام مفتوحة ثم جاء على هذه الهمزه وحذفها جيد والفتحه انتقلت خلاص فنحذف الفتحه ايضا وما عاد لهذه الالف وجود يعني صارت هذه الالف ليس جميلا هكذا صارت هذه الالف لا وجود لها في الحقيقه من اللام المفتوحه ننتقل مباشره الى الراء الساكنة وصار النطق الارض الارض جميل النقل واضح يا شيخ احنا لا نحتاج الى اعادة شرح له طيب لا تستعجلوا عليه كل هذا حتى اوضح لكم القاعدة التي نريد ان نتكلم عنها الان عندنا هذه الالف هذه الالف ما الذي جاء بها؟ ما لماذا اتينا بهذه الالف؟ ما فائدة هذه الالف؟ هذه الألف أتينا بها للتوصل إلى النطق باللام الساكنة. مش لام التعريف كانت ساكنة ولا نستطيع البدء بالساكن فأتينا بالألف حتى نتوصل بها إلى اللام. طب اللام تحركت. هل نحتاج إلى الألف الآن أم لا نحتاج؟ هذا هو السؤال. هذا هو الذي يجيب عليه الناظم بقوله ويبدا اللام اذا ما اعتد بها ويبدا اللام اذا ما اعتد بها بغير همز وصل فردا يبدا باللام منفردا فبدل من ان يقول الارض يقول لرض متى اذا ما اعتد بها اذا كان هناك اعتداد بحركه اللام ما معنى اعتداد الاعتداد يعني الاعتراف هذه الحركة حركة اللام انظروا إلى اللوحة فالفتحة التي على اللام الآن هذه الفتحة نأخذ الليزر كده ونوضحها هذه الفتحة ما ما هي ما, ما 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 مدى ما مدى أصلية هذه الفتحة هل هي فتحة أصلية في اللام؟ لا طبعا هي فتحة عارضة سبب ورودها في هذه الكلمة وجود الهمزه التي نقلنا حركتها لو جئنا بكلمه ليس فيها همزه البدر البدر لا لا نقول الا بدر لا نفتح الا فاذا هذه الحركه عارضه اذا اعترفنا بالحركه واعتبرنا بها واعطيناها الاعتراف الكامل نقول والله نحن لا علاقه لنا الفتحه عارضه ولا مش عارضه ما دامت الفتحة موجودة فما عاد هناك حاجة للهمزة. فمن اعتد بالعارض يعني من اعترف بالحركة حذف الهمزة في الابتداء. ومن لم يعتد بالعارض لم يعتد بالعارض يعني قال هذه الحركة عارضة، أنا لا أعترف بالحركات العارضة، أنا أعترف بالحركات الأصلية. فهذا هذه الفتحة لولا النقل ما كانت وجدت. فلذلك أنا أبقي همزة الوصل على حالها ولا أحذفها فأبدأ فأقول الأرض جميل هذا معنى قول الناظم رحمه الله ويبدأ اللام إذا ما اعتد بها بغير همز وصل فردا نقرأ اللوحة الآن وننظر ذكر في هذا البيت حكم الابتداء بلام التعريف المنقول إليها حركة الهمز وفي الابتداء بها مذهبان صحيحان ماخوذ بمقروء بهما المذهب الاول الاعتداد بالعارض ما هو العارض الذي عرض وهو حركه اللام التي جاءت بسبب النقل وفي هذه الحاله يبدا باللام مباشره منفرده من غير همز وصل قبلها جميل وفي حال وجود مد بدل في الهمزة المنقول حركتها الآن إحنا مش نقلنا حركة الهمزة ممكن هذه الهمزة هي همزة مد بدل ماذا نفعل؟ هل هناك قاعدة معينة؟ نعم هناك لاحظوا فإن البدء باللام لرد لاخرة لولا لا يأتي إلا على قصر البدل ليه؟ ليه, ليه, ليه لا يأتي إلا على قصر البدل؟ لانه احنا لما اعترفنا بالحركه صارت كانها اصليه وكان الهمزه ما عاد له وجود فاذا كان كانه اصلي وكانه لا وجود له من اين ياتي مد البدل فمن يرى بالاعتداد بالعارض من يعترف بالحركه ويعطيها حقها من التاثير لا يرى الهمزه ولا يعترف بالبدل فلا ياتي هذا الكلام إلا على قصر البدل فقط جيد ولا يجوز البدء باللام في حال القراءة بتوسط أو طول البدل فنقول في كلمة الأولى الإيمان ننقل فتصير ألولا الإيمان وإذا أردنا أن نبدأ إما أن نفعل ما فعلته الآن وإما أن نقول لولا ليمان لولا ليمان جيد طيب على توسط البدل نقول ألو أليمان ولا, ولا نقول لول ما لا هذا لا يصلح ألو أليمان وعلى طول البدل لا بد من الهمز كذلك هكذا ألو أليمان طيب لو لم يكن لم لو لم يكن هناك مد بدل ماذا نفعل؟ مثل كلمه أه الابرار نقول الابرار او لَبْرَار الاعراب اشد كفرا ونفاقا فنقول لاعراب اشد او الاعراب اشد هذا جائز لمن اراد ان يبدا فاي كلمه من اراد ان يبدا بها يفعل ذلك حتى في الكلمات التي تتحرك فيها اللام لالتقاء الساكنين مثلا بيس الاسم الفسوق بعد ليمان من أراد أن يبدأ بكلمة الاسم هذا للقراء العشرة جميعا قالون وورش وغير محفص كل القراء يبدأ الاسم أو لسم جيد فالوجهان صحيحان مقروء بهما هذا معنى قوله رحمه الله ويبدأ اللام إذا ما اعتدى بها بغير همز وصل فردا ما هو المذهب الثاني؟ أقول في البدء بلام التعريف المذهب الثاني هو عدم الاعتداد بالحركة العارضة بسبب النقل يعني هذه عارضة بسبب النقل لا نعتد بها ومعاملة اللام على أصلها نقول اللام أصلها السكون وهو السكون الذي يجعلها مفتقرة إلى همزة الوصل للتوصل بها إلى النطق بالهمزة باللام الساكنة هذا, هذا يعني التعبير تعبير غير صحيح بالهمزة الساكنة لا نقول باللام الساكنة أعتذر إليكم باللام الساكنة ولا يوجد أوجه ممتنعة مع البدل في هذا الوجه تبدأ عادي لا يوجد إشكال ثم قال رحمه الله ونقلوا لمن لنافع لاحظوا الكلمة الآن انتهينا من أحكام ورش انتهينا من أصول الأحكام لورش نعود عاد الناظم ليبين أحكام نافع قال ونقلوا لنافع منقولا ردا وآلان وعاد اللولا اتفق قالون وورش الآن دخل معنا قالون يا جماعة الخير على نقل ثلاثة ألفاظ في أربعة مواضع اللفظ الأول كلمة ردءا اللفظ الثاني آلان اللفظ الثالث عاد اللولا جيد ريدا بسوره القصص فيقرأها فارسل في, آه في في قوله تعالى في سوره القصص فارسله معي ريد ان تصير ريدا ريد ان تصير ريدا يصدقني فأرسله معي ردا يصدقني فأرسله معي ردا يصدقني هكذا ردا هي أصلا ردءا أن ردءا أن فنقل الحركة طبعا هذا في القواعد ورش لا ينقله ليه؟ لأنه ليس منفصلا احنا اشترطنا الانفصال ساكن نعم صحيح نعم قبل الهمزة نعم لكن ليس منفصلا وقالون أصله عدم النقل أصلا فهذا مخالف للاصل المعتمد عند قالون وورش معا على السواء الكلمه الثانيه الان في سوره يونس المقرونه بهمزه الاستفهام ليست الان قالوا الان جئت بالحق هذا مش تبعنا فمن يستمع الان يجد له شهاب الرصد مش تبعنا لابد التي بالاستفهام الان المقرونة بهمزة الاستفهام آلان وقد عصيت قبل آلان وقد كنتم به تستعجلون فينقل حركة الهمزة إلى اللام قبلها كذلك عادا آلولا يأتي هنا فينقل ويدغم التنوين في اللام فيلفظ هكذا ورش عادلولا عادل عادلولا عادلولا عادل عادل أما قالون فلدينا لديه شيء من التفصيل في البيتين 121 و 122 قال الناظم وهمز الواو لقالون لدى نقلهم في الوصل أو في الابتداء يعني إذا قرأ قالون بالنقل كلمة إذا قرأ بالنقل معنى أن له وجها من غير نقل فإذا قرأ بالنقل فإنه يهمز الواو سواء كان ذلك في الوصل يعني في وصل الكلمة بما قبلها مش بما بعدها ما بعدها لا, لا إشكال فيه أصلا أما الكلام عن وصلها بما قبلها أو في الابتداء أو إذا ابتدأ بالكلمة لكن بدأه له بالأصل أولى من ابتدائه بالنقل هذا يوضح لنا أن لقالون آه أن الذين قرأوا لقالون بالنقل أهل الأداء الذين أخذوا لقالون بالنقل همزوا له الواو من كلمة الأولى في حالة النقل سواء كان ذلك في الوصل بما قبلها او في الابتداء بها ويجوز لقالون عدم النقل في حال الابتداء ولا ياتي معه همز ليه؟ لان لو احنا همزنا الواو الؤلا هكذا في حاله النقل لا اشكال لكن لو كنا لا ننقل نقول الاؤلا العرب لا تجمع همزتين ثانيتهما ساكنه ممنوع يا جماعه لا يقبلون ذلك الاولى فيعودون بها من غير همز. جيد وهو ما يعبرون عنه بالبدء بالاصل. اذا قالون له ثلاثه اوجه، خلاصه قالون اما ان يبدا بالاصل نتم هذا الباب ان شاء الله تعالى هكذا يقرا الاولى واما ان ينقل مع الهمز ويثبت الوصل همزه الوصل هكذا الؤلا. او ينقل ويحذف همزه الوصل فيقول لؤلى الاولى الؤلى لؤلى وفي حال الوصل بما قبلها وانه اهلك عاد اللؤلى او بقصر المنفصل كذلك جائز وانه اهلك عاد اللؤلى هذا الحكم لقالون ثم قال رحمه الله هذا البيت وبه ختم الباب والهمز بعد نقلهم حركته يحذف تخفيفا فحقق علته يعني الهمز الذي نقلنا حركته حذفنا والسبب في ذلك التخفيف قال فحقق علته ما معنى حقق علته يعني يوجد اقوال اخرى واراء اخرى عند اللغويين والنحويين اذا بحثت فيها وتفحصت فخذ وحقق العله التي اخذنا نحن بها وهي التخفيف والتيسير والتسهيل على القارئ. هذا هو معنى بيته رحمه الله تعالى. لم يبقى لنا في باب النقل الا مسائل متعلقه باحكام البدل مثلا مع كلمه الان احكام معينه في عاده اللؤلؤ لورش او شيء من هذا القبيل. هذه القضايا نتكلم عنها في حلقاتنا القادمة بإذن الله تعالى قبل أن ندخل في باب الإظهار والإدغام. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. فاصل نعود بعده لعرض تلاواتكم إن شاء الله فابقوا معنا. على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن فاحفظ كتاب الله تحفظ دائماً ما أسعد الحفاظ في الأزمان. الجبال جبال على المدى تخشعن عند أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم. وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون حياكم الله من جديد بعد هذا الفاصل ونبدا باستعراض المشاركات التي وصلت الينا في هذه الحلقه عبر الواتساب والمشاركه الاولى معنا بفضل الله تعالى نبدا باستعراضها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصر ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان انا امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم وانذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لاكفرن عنهم {لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله. والله عنده حسن الثواب. بارك الله فيك. في قوله تعالى وأوذوا بالذات وضح عندي استخدامك للخيشوم وأوذوا لا وأوذوا خلص القراءة من الخيشوم ولعل هذا بسبب الـ يعني الميكروفون الخاص بالـ بالهاتف لكن حقيقة بقيت القراءة رائعة جدا وممتازة وأحييك جدا أخي على هذا المستوى ما شاء الله بارك الله فيك أخي طارق ونستعرض مشاركة جديدة من إسماعيل من الجزائر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بارك الله فيك اخي اسماعيل. أه ما شعرت بالتقليل في قوله تعالى والنهير نهير نير. اعطيها زياده زياده شويه من التقليل يعني هو اميل قليلا من هذا المستوى الذي قرات به وقراءتك طيبه جيده بارك الله فيك في الجمله عندنا ايضا مشاركه اخرى من محمد عبد المنعم من مصر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار بارك الله فيك التقليل أيضا في آخر لفظ فقنا عذاب النار نار وليس النار يعني ما استوعبت أن هناك تقليل إلا لما رققت الراء لا يصلح ذلك ينبغي أن يكون صوت الألف نفسه هو المقلل ن ن نا نا هذا فتح ن تقليل ن إمالة نا ن ني, ني هناك فرق كل درجة لها صوتها الواضح بارك الله فيك يحتاج هذا الامر منك الى شيء من التدريب والتمرين يوسف من المغرب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بارك الله فيك يا يوسف. أين الغنى يا حبيبنا؟ لماذا قيامًا وقعودًا وعلى جنوبِهم أين الغنى؟ قيامًا وقعودًا وعلى جنوبِهم هكذا. قياما وقعودا وعلى جنوبهم اعط الغنه قدرها هذا تنوين جاء بعده حرف الواو والواو من حروف الادغام بغنه فانتبه لهذا حفظك الله وبارك فيك طيب معنا ايضا مشاركه من امينه من الجزائر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور بارك الله فيك يا أمينة في قوله تعالى كل نفس لا نقول نفس وإنما نفس لا تلصق لسانك في النون هذا حكمه الإخفاء الحقيقي حقيقي يعني النون لا تظهر ذاتها في الحقيقة فهكذا تقولين كل نفس ذائقه الموت عندما وقفت فقد فاز انتهى المعنى الحمد لله المعنى كويس لا حاجه للعوده فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور شكرا جزيلا على هذه المشاركه معنا ايضا مشاركه من سامي من ليبيا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بارك الله فيك. طيب آه هذه التلاوه طيبه وصحيحه، ليس فيها ملاحظات يا اخي سامي وسامي آه من ليبيا يقرا بروايه قالون عن نافع. طيب آه خالد من لبنان لا باس نستمع الى فوزان من سريلانكا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد خزيته وما للظالمين من انصار ربنا لنا ذنوبنا وكفّر عنا، وكفّر عنا سيئاتنا وتوفّنا مع برير. بارك الله فيك. آه طيب نبدأ بقريب العهد الأبرير. هذه هذه الدرجة من الإمالة؟ لا. آه هذه زائدة قليلة مع برررر هكذا وأنبهك إلى إمالة القلقلة إلى الكسر أنت تميلها إلى الكسر ولا آه ينبغي ذلك آه فتقول لأولي للباب لا لأولي للباب لأولي للباب هكذا بارك الله فيك فهذه هذه الملاحظتان ملاحظتان والباقي رائع جدا جدا زينب من سريلانكا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا قوة الا بالله تبارك الله. سبحان الذي يعني أودع هذا الكتاب العزيز في قلوب عباده على اختلاف بلدانهم في المشرق والمغرب سبحان الله العظيم يعني هذه الأخت من سريلانكا وتقرأ هذه القراءة وبرواية ورش عن نافع هذا شيء يعني مدعاه للفخر بكتاب الله عز وجل. والفرح والفخر بهذا الدين العظيم الذي جعل الله له هذه المزيه فالحمد لله ونسال الله عز وجل ان يستعملنا في نشر كتابه الكريم اجمعين هذه الابنه زينب قراءتها ممتازه جدا في قوله تعالى قالوا ان الله عهد الينا مدي ست حركات المد يكون اطول من ذلك والملاحظه الخاصه بقوله تعالى الا نؤمن عهد الينا الا نؤمن لا هذا الوقف غير جيد ونبهتك اليه بسبب انك اعتنيت بالوقف في قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ثم رجعت قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء يعني يوجد ذوق في المعنى فاحسنت في هذا واسال الله عز وجل التوفيق والسداد ل آه يعني آه طلاب العلم الذين يحرصون على اتقان كتاب الله ونسال الله عز وجل ان يستعملنا والا يستبدلنا بمنه وكرمه في خدمه دينه وفي كتابه الكريم. ان شاء الله تعالى في حلقتنا القادمه بحول الله تعالى وقوته مقررنا من سوره النساء من الآية الأولى حتى الآية السادسة بمشيئة الله تعالى حتى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا